على راديو مسك. اي نعم، سبورت على راديو مسك، كيما أدربناكم بالموسيقى باش نعيشوكم عالم الرياضة من الاثنين للجمعة من 11 لنص نهار ونص مع دريم تيم قيادة إسلام المدب، وين تلقاو تحاليل موضوعية، أكتواليتي، حوارات ونقاشات. راديو مسك، أحنا الموسيقى وأحنا السبور زادا. الاثنين 16 سبتمبر 2024، مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس. سبور ميكس اليوم اول حصه في الموسم الجديد، باش تكونوا معنا ترافقونا على موجات راديو ميسك، راديو نتاعنا. تتابعونا على 106.9، كيف تتابعونا وين ما كنتوا في اللايف ستريمينغ، تلقاوها بدات وتسويت في قناتنا على يوتيوب سونغون، ايضا تلقاوها صفحتنا الخاصه في فيسبوك كيف سونغون. كما تعودتوا دريم تيم شاب، تابعتونا وشفتونا على مواقع التواصل الاجتماعي، او المشاغب رقم واحد مروان تاجا قاعد يعمل في الشو نتاعو. مروان اهلا بيك. اهلا بيك اسلام، مرحبا بالاخيان، ان شاء الله بدايه موسم ممتاز، سيرتو بعدنا احمد عبد المجيد راسي كمان، خلينا نقدمهم انا. اي بيان سور، تشكيله معناتها شنو الامور؟ ماتش تجديده شفتك دخلت بها سيزون، غير فكرنا مروان الملاعبي. الحمد لله، ان شاء الله خويا نكونوا عند حسن الظن، عوده مدرسيه للاطفال معناتها اليوم، ان شاء الله موسم ممتاز وان شاء الله نقدموا الاضافه للمشاهدين. ان شاء الله كيف ما قلت انت، ان شاء الله بالتوفيق لكل ابنائنا واولادنا واخواتنا اللي يرجعوا اليوم للدراسه. الاستاذ كمال بن خليل مرحبا. اهلا وسهلا اسلام، مرحبا بيك، مرحبا بمروان وبقيه الضيوف اللي انت باش تعلن عليهم، ولو انه مروان حرق شويه ان شاء الله عوده مدرسيه طيبه للجميع، ان شاء الله بالتوفيق والتالق والنجاح، وان شاء الله احنا زاد نعديو موسم طيب مع كما قلت لك المره الاخرى المستمعين ومشاهدين ان شاء الله. ايضا يحظى معنا مجد القبنطيني، مرحبا مجد. اهلا بيك. قبل كل شيء نحب نهني التوانسه بالمولد النبوي الشريف، تحيه للحاضرين وتحيه اللي يسمعوا فينا على راديو مسك. نعرف شكون قال حجم مروان، قال شكون حجم، نعرف عندي معلومات، ونعرف شكون اللايف لشكون يبعث فيه. شكون ترى؟ قلنا اعطينا سكوب، خليها مجد ما بيناتنا. ايضا معنا احمد الصالحي، جاي مخر اليوم، نسيت تسامحوه اول مره. هذاك علاش خليتني اخر واحد انا. شنو اول مره؟ اول مره جاي مخر من خير قبلي. اول مره جاي مخر اليوم، اول نهار سامحني. لا ضعنا عاد في البلاصه. مرحبا بيك احمد. عايشك اسلام، والله صافي بليزير نلقاو روحنا في هالكادر المزيان هذا، هو استوديو للشباب فريمون، نقله نوعيه. هذا ما يعنيش اللي يكون في اكسبريس، معناتها كانت تجربه مفيده ومهمه للغايه. تحيه للناس كلها. ان شاء الله انت المجموعه اللي راهنت عليها، وانا شفت برشا تعليق في الفيسبوك يلوموا عليك، يقولوك شنو هي المجموعه هذه، تحب انت تنجح بها وتحب تتفوق بها، ان شاء الله المجموعه تكون في المستوى. اهم حاجه اللي نطلبوا من المجموعه هذه اللي الناس تتخلص من عباءة ورداء الجمعيات نتاعهم، ان شاء الله البلاتو هذا يكون مفيد للمستمعين. من خلال انا اطلب بكل لطف وبكل ود من مروان والمتر كمال بخليل والكابتن مجيد يتخلاو على الانتماء نتاعهم يعني ويتحلاو بقليل من الحياديه والموضوع. علاش ما سميش روحك؟ يا ما اطلب من روحك. اطلب من روحك. انا خويا ما تابع حتى جمعيه. قال لك ناس بكري، قال لك ما تجوز الصدقه لما يتجوز مال الدار. كي تتحل انت بالحياديه احكي علينا. انا نحب المنتخب وندافع عليه. اله التطرف انت. طيب يا سيدي، نبداو في المواضيع نتاعنا، نحكيو على المسابقات الافريقيه البارح. نبداو بالزوج مقابلات اللي تلعبوا البارح. حتى الرجل الرياضي التونسي فوز كبير كان حقه قدام الفريق الصومالي ديكادا. خلينا نبدا معك مجد، كيفاش شفت الترجي البارح؟ البارح الترجي لعب معناتها مقابله طيبه برشا، معناتها على المستوى الفني خاصه، معناتها شفنا الفريق تطور في الاداء. لا تطور الحقيقه، هذه شنو؟ خليه يلعب على اليمين على اليسار في العمق،
شفنا اليوم لابور نتاع بلالي يسجل زوج هدفين عمل اناسيست. فما اسوسياسيون ناجحه ما بين بلالي ويانساس. شفنا حتى ملاعبية تقريبا اول مره ترجي يشارك كل اللاعبين اجانب كلهم بدون استثناء. الشوط الثاني شفنا لابور نتاع اوغبيلو، شفنا نتاع عبد الرحمن تراوري. تقريبا الملاعبيه الكل اللي شاركوا عطاو اضافه. الترجي التونسي معناها تقريبا استفاد ممكن بوجود الفريق المنافس على ارضه، سجل 4 اهداف في المقابله ضد تطاوين، سجل 3 اهداف في زوج مقابلات، يسجل 7 اهداف. دونك شفنا النجاح الهجوميه مقارنه الموسم الماضي اللي كان يربح 1-0 معناها بشق الانفس. شفنا اليوم الفريق تحرر على المستوى الهجومي اكيد. الاهداف اللي سجلوا فما خدمه، خاصه الهدف الاولاني سجل ظهر فما خدمه في التمارين. نفس الشيء بالنسبه للمخالفه كذلك معناتها مخدومه. شفت انا حضرت في التمارين اليوم المدرب قاعد يخدم برشا على المستوى الكرات الثابته اللي كانت احد قوات نتاع الترجي التونسي. تقريبا اليوم صحيح المنافس قلق الترجي التونسي في بعض الحالات على المستوى الدفاعي، فما حاجات لازم تتصلح، فما غلطة مميش ان شاء الله يستفيد منها وما عادش يعودها. تقريبا الناس كل البارح خرجت راضية على المردود، بالطبع في انتظار تأكيد اقوى وافضل ديكادا. احمد عايش ماكش موافق؟ والله هو في كرة القدم اهم حاجة هي النتيجة. النتيجة حققها الترجي التونسي نتيجة عريضة، لكنها ما كانتش ضد فريق عنده تقاليد في الشامبيونز ليج، كانت تقريبا فريق اقرب منه الفريق رياضة وثقافة وشغل، يعني تقريبا من اضعف الفرق اللي عبلها الترجي التونسي في الشامبيونز ليج. انا لا اقوله تقريبا مدرب الترجي التونسي كاردوزو يشتغل مع الفريق تقريبا عنده حكيت 7-8 اشهر، لكن نسخة الترجي الرياضي التونسي خاصة اللي شفتها في زوز ماتشوات الأولانيين اللي لعبها من الترجي الرياضي التونسي ضد فريقين بالأحرى أقل منه فنيا وتكتيكيا وعلى كل المستويات، الترجي عاد بنفس مشاكل الموسم الماضي. أنا عكس الكابتن مجيد لم أرى تطورا في أداء الترجي الرياضي التونسي وخاصة مشاكل الموسم الماضي. أحمد مشاكل كانت هجومية، اليوم الفريق في زوج مقابلات، اليوم الفريق في زوج مقابلات ماركا برشا بونتوات. البرشا بونتوات ماركا ضد شكون؟ يلعب ضد فرق كبيرة باش تقيموا ماركاش. شو ما نجموش نحكموا على الترجي الرياضي التونسي وما يلزمناش نطيحوا في التفاؤل المفرط وقت اللي الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد اتحاد تطاوين ترينا مرتين وضد فريق صومالي بعيد ياسر والترجي لا يقارن به. انا عندما اتحدث عن الترجي الرياضي التونسي في الشامبيونز ليج اتحدث عن الترجي الرياضي التونسي اللي تأهل المرة العشرين، الترجي اللي لعب 9 فينالات والترجي اللي ماخذ 4 القاب، يعني لابد ان اكون قاسيا في الحكم عليه ولا اقارنه الا بالاهلي المصري وسان داونز والفرق الكبيره. ما رايته البارحه الترجي الرياضي التونسي لا زال عنده مشكل في بناء الهجمه، لا زال عنده بطء في عملية الهجوم، وذكرني بالترجي معين لما طيش الكرة على الهوني وبعده يتصرف. اللي رينيه البارح هو تقريبا تركيز كلي على الهجمة، على بناء الهجمة على البليلي ياخو بعد يتصرف. هو ما ألومه على مدرب الترجي الرياضي التونسي هو غياب الخلق وغياب على الإبداع وغياب التنويع في الخطط التكتيكية وفي اللعب. مدرب الترجي الرياضي التونسي وفي التقليد اللي هو الاعتماد على 4-3-3 وقلناها 20 مرة، بعد بدل أو في بدل كي عمل لي شونجمون تحسن الفريق لأنه غير التكتيك 4-3-3، وهم بعد ذلك ورجيه ويعرفوا اسمه يعني يفهم برشا كورة. لازمك أظهر قويين، لازمك رقم 8 قوي برشا. أنت لما البليلي وساس يخلي كلوار ويدخل لعمق الملعب إيه راهو يلزمك معناتها ظاهرين يعملوا ستريتش على طول التراء ويعرفوا كيفاش يقفوا وقوين في الان كونتر ان وقوين في السنتراجات، هذا ما شفناش. علاش مثلا الاستمرار في الحفاظ على نفس تركيبة وسط الميدان اللي هي تركيبة وسط الميدان غير خلاقة غير مبدعة، ملاعبية ما همش قويين في تكركير الكورة، ما همش قويين في تكسير الباس باليميني. انا اللي ريته الترجي الرياضي التونسي تقريبا ما فماش فرق كبير بينه الموسم الماضي، الفرق الوحيد هو عندك لاعب عنده كاليتي
لاعب اللي يفتقدوا الترجي في السنوات الأخيرة هو كل اللاعب يعمل لا ديفيرونس اللي هو البلايلي ورينك فيش في اللي كومبينيزون مع ساس معناتها حاجة كبيرة برشا. لكن إيه ما كوينها أنت علاش مخليه ولا العزوني ولا تبدل وشوف جرب يعني ما تقعدش وفيه نفس التقاليد نفس العادات. لعب معناتها بريفيزيبل لعب مقروء يجب على مدرب الترجي التونسي بعد ما وفرت له الهيئة المديرة الحد الأدنى كما نقولوا على الأقل خلينا نشوفوا الترجي التونسي فريق ضاغط فريق يلعب كورة فريق تقريبا يشد الادفرسير في تركينه ويلعب لكن اسبيرون بيان ويتحسن الترجي في قادم الماتشوي فقط فاصل نفسي خلينا نسمع الاولاد زيد وبعد نرجع نكملوا الحصه نتاعنا اليوم حتى النصف النهار ونص vous nous écoutez sur la radio Musk 106.9 nous c'est la musique